حياكم الله. لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي، ياتيكم من قناة الرافدين. أقر المستشار المالي السوداني مظهر محمد صالح بأن الدين العام الداخلي في العراق بين عامي 2014 و2021 بلغ نحو 73 تريليون دينار. وحمل المستشار السوداني مسؤولية هذه الديون للمعارك ضد تنظيم داعش وجائحة كورونا، جاعلا منها أسبابا دفعت السلطة المالية إلى الاقتراض من السوق المصرفية الحكومية عن طريق إصدار سندات خزينة أو حوالات خزينة سنوية تحمل متوسط فائدة بنحو 3% على حد تعبيره. ويطرح ملف حجم الديون الخارجية على الحكومة في العراق العديد من التساؤلات عن سبب عدم سدادها، رغم أن الحكومة تمتلك فائضا ماليا مريحا واحتياطيا كبيرا من العملة الأجنبية. اتهمت لجنة النفط والغاز النيابية وزارة النفط بإحالة حقل نهر بن عمر في البصرة لشركة غير رصينة بعقد غير معلن. وقال عضو اللجنة النائب علي اللامي إن وزارة النفط أحالت الحقل إلى تلك الشركة غير الرصينة بطريقة غير قانونية دون إعلان رسمي عن المناقصة وفتح المجال للشركات العالمية لتقديم العروض للاستثمار في الحقل، مبينا أن وزارة النفط أحالت المشروع بموافقة خاصة تم توقيعه في مدينة دبي بدولة الإمارات. أعلنت وزارة النفط في العراق أن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام لشهر كانون الأول الماضي تجاوزت 8 مليارات دولار أمريكي بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط الوطنية سومو. وأشارت الإحصائية الصادرة عن سومو إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت أكثر من 107 ملايين برميل، مشيرة إلى أن متوسط سعر البرميل الواحد بلغ 76 دولاراً و91 سنتاً. فيما قالت وزارة النفط إن الكمية المصدرة قد تم تحميلها من قبل 44 شركة عالمية من عدة جنسية. كشفت وزارة التجارة والصناعة في كردستان العراق أنها فرضت مزيداً من الضرائب على المنتجات الزراعية المماثلة المستوردة، وذلك لحماية ودعم المنتج المحلي. وقال وزير التجارة كمال مسلمة إنه من أجل حماية المنتج المحلي للمزارعين في كردستان العراق قررت الحكومة فرض المزيد من الضرائب على المنتجات المماثلة المستوردة من الخارج أو إذا ما لزم الأمر منع استيرادها. وفي خبرنا الأخير، سجلت أسعار النفط مكاسب بنحو 1% خلال التعاملات الآسيوية المبكرة بفعل مخاوف بشأن إمدادات الوقود بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتاً إلى 84 دولاراً و80 سنتاً، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتاً ليصل إلى 78 دولاراً و79 سنتاً للبرميل. وقالت شركة ترافيجور لتجارة السلع الأولية إنها تقيم المخاطر الأمنية قبل المضي قدماً في رحلات جديدة في البحر الأحمر بعد أن أخمد رجال الأطفاء حريقاً في ناقلة هاجمتها ميليشيات الحوثي قبل أيام. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.